نظمت نقابة المحامين الفرعية بشمال الجيزة بالتنسيق مع كمال مهنة عضو مجلس النقابة العامة احتفالية تكريم شيوخ المحامين اليوم الخميس بقاعة الاحتفالات بالمكتبة المركزية في جامعة القاهرة، في حضور النقيب سامح عاشور ومحمد البهنساوي نقيب فرعية شمال الجيزة وأعضاء مجلسي النقابة العامة والفرعية، حيث كرم 450 محاميا من شيوخ المحاماة. وفي كلمته رحب عاشور بمحامي الجيزة مؤكدا أن النقابة سوف تظل تدعم أبنائها لتمكين المحامي من أداء واجبه ورسالته على أكمل وجه. أن التكريم الآن لن يكون فقط لمن توفاهم الله، بل يجب أن يسند إلى زملائنا اللي أدوا وقبلوا بلاء حسنا في حياتهم وفي وجاهتهم لكي يقدموا نماذج التقدير والدرس والعبرة والاعتبار. من أجل هذا حرصنا على أن يكون التكريم تكريما شاملا لمن يؤدي ومن يعمل. أيضا كانت نقابة المحامين وسوف تظل تحاول أن تؤدي إلى أبنائها ما يمكن أن تؤديه من أجل تمكين المحامي من أن يقوم بواجباته ورسالته على أكمل وجه. حضر الاحتفالية خالد أبو كريشة أمين عام النقابة، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوى الأمين العام المساعد، والأعضاء ماجد حنة ومحمد كركاب وعيسى أبو عيسى ومحمد عريضة وعلي الصغير ومصطفى البنان وصالحين المهدي. طبعا عندنا يمكن في الجيزة أكبر محامين نقد على مستوى الجمهورية، عدد كبير جدا. تكريم النهارده كان تكريم ممتاز من النقيب العام، حضور مشرف بصراحه من المحامين كلهم سواء صغارين او كبار. التكريم مشي باسلوب كويس وتنظيم كويس. النقيب العام صراحه اتكلم في نقاط عديده محترمه، التنقيه والتعليم المفتوح، وقال لهم ايه سبب التكريم، وده شيء يعني من انجازات النقيب سامح عاشور. انا بتوجه بالشكر للسيد الاستاذ النقيب الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ونقيب محامين العرب، اللي هو رمز العزه والكرامه للمحاماه والمحامين، ونحن نعتز به كنقيب ويعني ونشكر الله ونفضل وبحمد الله ان هو يكون القائد بتاعنا او رمزنا، لان هو انتصر في معارك كثيره، والنهارده احنا بنتشرف به شمال وجنوب في الحفلتين، حفله جنوب وحفله شمال. بصراحة يعني دي حاجة طيبة وحاجة عظيمة، لأنه قرب بين المحامين شيوخ المحامين مع الشباب. كل مدى النقيب دايما بيكون يعني أكثر تقدم وتطور ومعلومات بتبقى أكثر ثراء يعني. فأنا شايفة اليوم جميل، شايفة سعادة في عين اللي تكرم اللي ما تكرمش. احنا تكريمنا كان الاحتفاء بمعالي النقيب الأستاذ سامح عاشور، و نقابة الجيزة وكل النقابات على مستوى الجمهورية، النقيب أثقلهم يوم الحكم في القضية بتاعت التعليم المفتوح وبنصره، وقد إيه حسسنا بقوتنا كمحامين وأسند لهم الدفاع عن نقابتهم. المحامي مش مطلوب بس منه الرسالة المهنية بس، في نخوة نقابية. وده وسط النقيب يعني كتر خيره عشان الجمع الهائل بتاع المحامين في مصر. وعليك تعلم ان المحامين كتير، فمش هيقدر يراضي الجميع. زي حاكم مصر كده، واحد بيحكم 100 مليون زي السيسي مثلا، هل هيرضي ال 100 مليون؟ بس سياده النقيب على قدر الامكان بيحاول يعمل للمحامين. حريصه جدا على حضور اي ندوه للنقيب، لانه بيضيف كتير للمحامين والمحاميات، وخصوصا كرامه المحامي وحفاظا على المهنه وحفاظا على انها رساله مش قبل المهنه، ان هي رساله محاماه. وحضرت تكريم جنوب الجيزه، بس حضرت كحد عادي كمحامي عادي. طبعا احنا بنشكر النقيب ان هو بيكرم كبار المحامين وبكرم المحامين المتوفين وأولادهم، ودي لمسة طيبة منه
النقيب العام ولمسه طيبه من نقيب الجيزه استاذ محمد فتحي البهنساوي، واحنا بنشكر الاستاذ سامح عاشور على ان هو الحفل الجميل ده والتجمع. اولا هو مش غريب على سياده النقيب ان هو يقوم بتكريم الاساتذه كبار المحامين والشيوخ، لان اولا هو النقيب في تواصل دائم مع الاساتذه ومع اساتذتنا، والتكريم ده احنا بنتمنى ان هو يكون بصفه مستمره. وبدايه يعني احنا بنشكر سياده النقيب ان هو قام بالخطوه دي، الخطوه دي احنا استنيناها وطلبناها بقالنا كتير، ولكن النقيب لبى الطلب وكرم الاساتذه. تكريم شيوخه محاميه شمال الجيزه احتفاليه تجسد المعنى الاسري المتماسك بين ابناء المينا، قدم فيها النقيب العام الشكر والعرفان لمحامي الجيزه لحضورهم جلسه استئناف حكم التعليم المفتوح دفاعا عن كرامه المحاماه. ياتي ذلك ضمن سلسله اللقاءات التي يعتزم نقيب المحامين عقدها بجميع فرعيات الجمهوريه.